يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخي في 13 من عمره وقد تعبت نفسيته فذهبت والدتي به إلى أحد القراء فقرأ عليه وعلى امرأة أخرى مريضة بالميكروفون نفث عليهم به ثم قال اقرأوا الفاتحة 300 مرة وليس فيكم بإذن الله باس. فقالت له الوالدة عند القراءة شعرت بشيء من التنمل، فقال لها أنت مصابة بالمس، فما حكم مثل هذا القارئ يا فضيلة الشيخ؟ هذا أردى منه اللي يروح يمه، مش تروح الواحد جاهل أو مخرف تطلبون العلاج عندهم. اذهبوا إلى أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة والذي يحسن الرقية على الوجه الشرعي. نعم، والقراءة بالميكروفون ما تكفي، راح على المريض مباشرة والنفث عليه مباشرة، هذا هو الذي ينفع بإذن الله. نعم.